حتى للخمسة من 23. سلموا على العباد اللي التحقت بنا في الاستماع, وسلموا زاد على العباد اللي قد تواصل معنا. شكرا لكم زاد على تفاعلكم كالعادة على 72 328 500. اللي بنحكيوا على المرأة كيفاش تنجم تكون موافقة بين الخدمة والدار والصغار والمسؤوليات الأخرى. تنجموا زاد تبعثوا لي ميساج نتاعكم, تخليوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ميتو نيوز, الباج برنامج أغورا باي راديو ميتو. كملوا مع تليفونات معنا. نجمة من نابل, مرحبا. هلا عسامة, مرحبا بيك. بيك عايز, مرحبا بيك, تحية ليك. عايز الخدمة, الخدمة هاي برشا حسب حذاك ميساج. قل لي نجوى تجربتك كيفاش المرأة التونسية تنجم توفق بين الدار بين الخدمة وبين الصغار, وكان فما عراقيل أو صعوبات, شنو هي بالضبط؟ والله أنا نخدم عندي ثلاثة صغار, راجي متوفي عنده ثلاثة سنين وحدي قايمة بهم. المرأة قالت لك أنا نتمنى نرقد, أنا نتمنى درجة نرقد ساكتة لحظة, مش نرقد درجة من غير حس ومن غير تعب ومن غير تخمام. إيه أنا أقوم هي أقوم الخمسة متاع الصباح, صغاري خلي لي بنتي صغيرة شهرين تو عمرها ثلاثة سنين, خلي لي بنتي يقراو, يلزمني قريهم, يلزمني نوفر لهم حاجياتهم, يلزمني كل شيء. واحد يقول لمرأة تعبة, مش تعبة وقتها وأكثر من تعبة, كلمة تعبة شوية على المرأة التونسية. كبرت أكثر كبرت أكثر المسؤولية بعد ما توفى رجلك؟ أي كنت ماني مسؤولة عن حد شيء في الدار, كنت حد مسؤول في الكوزينة والقضية, ومرات نخدم مرات لا أنا والظروف. هذيك توفى رجلي, خليلي صغاري صغيرين قمت بيهم, خليلي ولدي صغيرة راسك مقدمة 7 سنين لا مقتلهم و بنت بس 10 سنين وحدي نزل نجيب نقري نوصل نرجع نمشي نخدم نمشي نجيبهم نمشي قريهم يمرضوا نزل نخرج كلي نهز صغاري كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء قمت فيه وحدي. وتعبة أنا كلمة تعبة قلت لك تعبت, هي قالت لك أنا أتمنى ساعة نوم, أنا أتمنى درجة من ساعة. العائلة ما يعاونوكش عائلتك؟ كل شيء واضح واضح. ان شاء الله ربي يعاونك انتوكا, وان شاء الله ان شاء الله ربي معك. هذا بحق موضوع مصري برضه حبيت نشارك بالتعليق. يعيشك اللي يعيشك, بارك الله فيك. يعيشك ربي معك, يعيشك وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق اكيد في حياتك العائليه. كملوا معنا التليفونات. معنا وفاء من جرومبالي, مرحبا. عايشك عسامه, مرحبا بيك وتحيه الناس اللي في جرومبالي, مرحبا. عايشك وفيك, يعطيكم صحة على البرنامج. يعيشك بارك الله فيك, تفضل وفاء. حبيت نقول معناتها المرأة التونسية بالأخص المرأة التونسية ذكية أولا, وثانيا صاحبة أمانة, تحب ماذا بها وتحلم برشا, تحب توصل أولادها وتنجحها وتضحي على خاطرهم وتعطي من صحتها ومن وقتها ومن صحتها ومن وقتها ومن نومها وكل شيء, الهدف كونها تنجح أولادها وخدمة وفي الدار. ويسر المرأة التونسية تعبة راهو في العمل, أما لكن للأسف أغلبية الرجال, ما نقولش الرجال الكل يعني شوية الباهين شوية, ما يعترفش الرجل بالتعب متاع المرأة ديما مثلا, حتى يظهر ياسر يعني حتى كيف يعترف كيف انت شنو عملتي. باهي برشا تليفونات جاونا قال لك الراجل ما يعاونش ولا ما يعترفش, كيفاش ينجم الراجل حسب رايك انت يوصل اللي هو مستعرف للمراه بالتعب نتاعها؟ شنو لازم يعمل؟ شنو لازم يقول؟ ابسط حاجه لو هو حتى لو ما هم يعاونوش وما في قاده الدار ويخدم ولا شنو نقولوا يخدم وكذا وكذا, كيف يدخل الدار يدخل بهدوء, يدخل براحة نفسية, معناتها يفكر في ولاده يقول لهم كلمة باهية, عايش ولدي شنو قريت, يعطيك الصحة, عاون أمك, عملك الحاجة الباهية, رأي أمك ومتعب علينا وكذا كذا, حتى بالك
كلام مبرر يعني. نقول له اكذب، قول نحبكم، قول لهم علاش يكذب، خلي هذيك الحقيقه. هو ما يعرفش، ما يعرفش يقول نحبكم، يقولها حتى بالكذب. اي لا دونك هو ذا من الباب، انتم بيكم وعليكم ما تعاونونيش، سبكم ونعتكم معناتها، وما تعرفوا شيء، ما تعرفوا شيء معناتها، وانتم ما تعرفوا شيء من الدنيا، ما عاونتونيش، ارى عملنا معاك الحاجه شيء، انتم ما تسوا حتى شيء، حشاك كلهم انتم كلام جارح معناتها ينجم يقولوا. اي صحيح، قدام ولده، قدام ولده، وبالاخص في فتره مراهقه وكذا معناتها، يوميا ناخذ ظل الحاله هذه، تولي الحياة مش باهية، مملة، تولي الحياة ما انت ما عندهاش تعب، ما عندها خاصة عند الصغار. هذا هو مش يعاوننا، خش يعطيني فلوس ولا مش يعطيني من صحته ولا مش يعطيني. تقول انت الحب والعاطفة يزي يكفي. صحيح، وشجع يشجع اولاده، نحن كي اولادنا تنجح هذيك الدنيا. مش يبني لي قصر ولا مش يبني لي داشنو. فهمتني؟ واضح. قال لك لا لا مستحيل نسمعك هكا الكلمه الباهيه اخي. هو شكون هو ولدك يعني؟ هو ولد ولا ولدنا الزول؟ نقول له راهو النتائج تطلع على القرايه نتاع الاولاد يعني، تولي يولي ما عادش يحب يقرا ولا ما يقراش بيديه. يقول لك لا، راس حاسيله راس ماله هو خدمته وفلوسه بانانيه، ونحن نسي راس مالنا اولادنا. واضح، ربي يفضلهم لك مدام وفاء. شكرا ليك، بارك الله فيك، يعيشك وتحيه ليك وتحيه الناس اللي يسمعوا فينا في جرومباليا. مازلنا مواصلين معكم في موضوع اليوم، كيفاش المراه التونسيه تنجم توفق بين خدمتها والدار والصغار والمسؤوليات. تليفونات الكل جاو معناتها نلخصهم، استقاله كامله وانانيه من عند الرجل معناتها، هذه بعض الاراء اللي يحكيوا فيهم من النساء. دونك انتم مازال تنجموا توصلوا تجاربكم في موضوع اليوم، كيفاش تنجم تاثر المسؤوليات هذه على المرأة، على هي بدرجة أولى نفسيا وجسديا، كيفاش تأثر زادة على حياتها العائلية والزوجية. نحكي زادة عليكم أنتم كيفاش تعيشوا الأيامات، وكيفاش تعيشوا اللحظات، كيفاش تعيشوا في عائلاتكم. دونك النساء اللي يسمعوا فينا تحية ليهم، وتحية لكافة زادة الأمهات اللي تعبين برشا في العائلات. نسلموا عليكم انتم وين ما كنتم موجودين، شكرا لكم على استماعكم ووفائكم الدائم. 72 328 500 نمرنا على ذمتكم، نحب نسمع تجاربكم في موضوع اليوم، كيفاش المرأة التونسية تنجم توفق بين الخدمة بين الدار بين تربية